خليني اقول لك معلومه يجوز ما حد يعرفها راح يتفاجئ بها. ابتدأ العراق سنة 1931. نعم 31 يعني قبل ايش قد؟ قبل 100 سنة تقريبا ولا شوي مو؟ تقريبا. ابتدأ الكهرباء ليش تدفع ببغداد؟ شلون تدفع كهرباء من تروح تدفع كهرباء اهل بغداد؟ بالبري بيت كارت. بري بيت كارت يعني بال 31 بال 31 جهاز صغير بالبيت كانت الكهرباء تدري منطقة بغداد بال 31 كانت صغيرة جدا باب المعظم العظمية الكاظمية هالمناطق محلات معروفة محلات معروفة الكهرباء كذا صغيرة فماخذتها منه الكهرباء قطاع خاص ذاك الوقت شركة انجليزية فجهاز بالبيت وتخلي به البريبايت كارد تروح تشحن البريبايت كارد وتدفع سنة 31 سنة 1940 عندي كتاب اسمه external change أنا أقرأ باللغة الإنجليزية طبعا يعني التحويل الخارجي سنة 1940 في ذلك الوقت كان بريطانيا العظمى اللي هي كانت مهمة على العراق كانت بريطانيا العظمى مدينة للعراق لمملكة العراق ذاك الوقت مملكة بتقريبا 40 مليون دولار جنيه استرليني بأربعين مليون جنيه لا يمكن يعني ما يصير مين هاي جت الديون كان العراق اكو منطقة إذا تروح هسه للصورة على جهة اليمين قبل ما تطب للصورة عن طريق السريع راح للبصرة للكوت منطقة يسموها القطنية لا زالت موجودة لحد الآن هاي كانت تنتج قطن القطن مالتها من نوع جيد يروح وين للمعامل البريطانية بريطانيا كانت في ذلك الوقت مشهورة بصناعة الأنسجة فصادرات هذا القطن العراق يطلب بريطانيا العظمى 40 مليون جنيه استرليني جنيه استرليني مو دولار اللي أعلى كان الجنيه في ذلك الوقت 4 دولارات ذاك الوقت وطبعا ما زال أعلى ما زال أعلى بس كان 4 دولار والجنيه ما ذاك الوقت